احنا ما ينفعش حاجة ترند تنزل ما نجيبهاش. الفوطة الستانلس او بديل السلك المواعين يقال انها غير قابلة للصدى، يعني مش زي سلك المواعين تستخدميها وتركنيها تلاقيها صدت، لا دي بتستخدميها كذا مرة مش بتصدي، وكمان ما بتجرحش الحاجة، ويقال انها يعني من غير بريل او حاجة ممكن تنظف الدهون. هي للكوبايات ويعني لأي دهون، مواعين، بوتاجازات، أي حاجة. بس أنا بصراحة يعني زي ما انتم متعودين عني، أنا جبت فوطين، هي الفوطة منهم بـ15 جنيه، أنا جبت 2 قلت أجربها فعلا هي ما بتصديش ولا لأ. بس الفكرة هي أصلا خامتها مش استلس، يعني مش خامة، بصوا اللي بتيجي في الإعلانات وكده عاملة زي السلك تقيلة، لكن دي خفيفة خالص، يعني أنا حاساها قماش أصلا، فمش عارفة يعني حسها غير مبشرة، يعني فاهميني، بصوا مش سلك اصلا، فحسها بداية غير مبشرة. بس يلا بينا نجرب عشان تشوفوا، بدل ما تشتروها من الاعلانات وكده نشوف هي فعلا حقيقية ولا لا. بصوا انا عندي الطاسة دي نيو فلام، عليها دهون من بره وعايزة انضفها، لاني الطاسة دي بجد بكل المواعين او الطاسات بتاعتي، فانا هبل دي مية نجربها الاول من غير مسحوق وحاجة ونشوف. بصوا انا كده بليتها مية، مش عارفة عشان انا بصور لا بصوا هي بداية مبشرة، بس انا مش عارفة اثبت الموبايل، فثواني هثبت الموبايل ونكمل. يعني انا شايفة انها بداية مبشرة جدا، يعني انا ما حطيتش اي مسحوق، هي بس شوية مية. طب الحاجات السهلة دي بتنضف، تعال نشوفوا كده الحاجات دي الصعبة شوية نبلها. بس بصوا مش بتنضف الحاجات الصعبة، فاحنا ممكن نجرب معاها مسحوق. بصوا هي بدأت تشيل بس مش زي الفيديوهات، يعني بصوا هنا بتتشال بسرعة لما حطيت بصراحة يعني حاساها اختراع لحد ما مش حلو، يعني ما يستاهلش الضجة اللي معمول عليه، لان في الفيديوهات بصوا بيبلوها مية ومسافة ما تعملها كده بتنضف، لا عايزة مجهود زيها زي اي سلك. بس هو يمكن الميزة انه خفيف مش بيجرح ومش هتصدي فعلا، لانها هي مش استنلس اصلا، بس هي عايزة مجهود برضو زيها زي اي حاجة، ما فيش سهولة زي ما موجود في الفيديوهات، فلا يعني يبقى استخدم السلك العادي احسن. ما حبيتهاش بصراحة، لو حد جربها وعجبته بيقول لي، بس انا ما حبيتهاش.